السلام عليكم مشاهدينا ومتابعينا اينما كنتم، حلقة جديدة من برنامج ايام الناس. اليوم حلقتنا تختلف تماما عن بقية الحلقات السابقة باعتبار اليوم هيئة الاعلام والاتصالات تحتفي بالابطال اللي حصدوا مؤخرا بالبطولة العربية للروبورت المركز الثالث في قطر. راح نشوف الموجودين المشاركين وايضا نشاركهم فرحتهم بتتويجهم وتكريمهم من قبل هيئة الإعلام والاتصالات. خليكم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم جميعا. وفي البداية أحب أن أشكر جميع الحضور وكل من ساهم في هذا الاحتفال لتكريم الطلبة المشاركين في البطولة العربية للروبوت في نسختها الرابعة عشر، لأننا كنا حقيقة الأبطال ومثلنا العراق في أفضل تمثيل. وأكيد كل طالب يشارك في مسابقة ما ستواجهني مصاعب، لكن المصاعب التي واجهتني كانت مختلفة فإنها كانت مع الماضي، فإنني ليلا كنت أنزف من مختلف أعضاء جسمي ونهارا أحاول الوقوف على قدماي لكي أثبت نفسي وأدافع عن فكرتي. وبفضل الله تعالى واجهت المصاعب هذه ونلت على جائزة أفضل مكتشف في الوطن العربي. وهذا الفضل كله يعود الى الله وكل من دعاني ولو بكلمه وكل من علمني وطور من قدراتي. ولا يفوتني ان اشكر والدتي التي دعمتني وايضا عانت من اجلي ولكي اصل الى هذا المكان، ولولاها ولم تجدوني هنا. شكرا جزيلا. استراتيجيات، تحديدا شنو استراتيجيات؟ استراتيجيات هنا اللي وصلنا المركز الثالث. تتكون استراتيجيتين، الاستراتيجية الأولى الاستراتيجية خلي الروبوت لقدام، ومن يصير الحكم يجب الروبوت بصورة مباشرة إلى هذا
الدكتور محمد زهير ناجي. والمشارك السيد أسامة داخل. دكتورة، من الجميل انه اليوم نشوف هيك مواهب عندنا بالعراق، اكو اهتمام على مستوى الجانب الحكومي، لكن اليوم رفعوا راسنا نقول بالبطوله العربيه، نوع الدعم اللي ممكن يقدم لهم حقيقه هم ذول اللي فازوا راح يتاهلون لمسابقات عالميه اخرى، فانا اليوم اتفقت مع القائمين على تدريبهم ومع الجهات الراعيه لهم الى انه وضع خارطه طريق تفصيليه لكيفيه دعمهم من قبل الحكومه ومن قبل الوزارات المعنيه باتجاه تقديمهم لمزيد من المسابقات العالميه وحصد جوائز اخرى، وباتجاه الاخر انه كيف نستفيد من ابتكاراتهم وابداعاتهم بنقلها للواقع العمل الصناعي. شلون ممكن نستثمرهم؟ هذا يصير بالتنسيق، سأنسق شخصيا مع الوزارات ذات العلاقه، اللي مثلا وزاره الصناعه، التربية، التعليم العالي، الرياضة والشباب، أي وزارة، كل واحد حسب ابتكاره يختص بأي مجال، وننسق لتحويله إلى تطبيق عمل إن شاء الله. بعضهم ممكن محتاج دورات تطويرية حتى يواكب التقدم. هذا منظر. أنا طلبت منهم الآن القائمين على تدريبهم، طلبت من عندهم كل احتياجاتهم تفصيلا، من تدريب، من تطوير، من دعم، وان شاء الله اسعى في تنفيذ كل ما استطيع بالتنسيق مع الوزارات الاخرى. نقول مبارك، انجاز يحسب لكم ويحسب للعراق، واحتفاء اليوم من هيئه الاعلام والاتصالات. الحمد لله. اريدك تحكي عن مشاركتكم اللي صارت. طبعا المشاركه هي بلشنا من
يعني الهيئة التعليمية نفسها من مدرسة، كانت بدايتنا من المدرسة. حاول المدرسة قبل لا ننتقل، خلي نعرف الناس انه شنو طبعا انا اشتغلت في عدة شركات برمجة واتصالات، وفي مرحلة التعيين حاولت ان انقل هذا الخبرة اللي عندي، حاولت ان انقلها الى الطلاب، يعني نخرج من موضوع التعليم التقليدي وهذا، بدنا نشوف التطور اللي قاعد يصير باغلب البلدان العربية. الدراسة صارت كلها يعني بيستخدمون وسائل متطورة بالدراسة بالتعليم، نشوف يعني أجهزة تحاكي الطلاب لتحضير واجباتهم ودروسهم. فمنها جاءت الفكرة، فحاولت ان انا انتقي بعض المواهب اللي موجودة عندنا بالثانوية، ثانوية تواصل طلاب مدارس. نعم بلشت، لان هي هاي الفئة الاصغر، احنا ليش ما نبلش بالفئة الاصغر ونحاول ننمي قدراتهم بحيث انه هو بعد ما يكبر يحاول يقدم لي يعني اكثر واكثر، باعتباره راح يبلش من نقطة الصفر وهي الاهم يعني. فحاولنا ان احنا نبلش بنقطة بداية، وهذه نقطة البداية على مر الزمن يعني راح نلاحظ انه تصير تطور باغلب المحافظات. يعني نتحدث عن البطولة، انه البطولة بطولة مدرسية، بطولة مدارس، بطولة اندية، بطولة فرق تطوعية. البطولة طبعا نختار المواهب من المدارس ومن ثم يشاركون في بطولة رسمية، بطولة الروبوت العربية جامعة بغداد هندسة الخوارزمي. تم تصنيف الفرق حسب الفئات، وتأهل يعني عدة فرق تأهلت، مثلا من محافظة الواسط فريق إنكي، أحمد خالد، محمد حسن، أخذوا المركز الأول على مستوى العراق للابتكار. نعم ابتكار الروبوت والذكاء الاصطناعي. تمام، تأهلنا إلى المسابقة العربية للروبوت والذكاء الاصطناعي في قطر، أيضا تحصلنا على مركز ثالث على مستوى الدول العربية المشاركة، وإن شاء الله هذا المركز يؤهل إلى المسابقة العالمية في أمريكا في جامعة لورنس. نعم كم لقب نقول حصدنا عليها؟ يعني على مستوى العراق المركز الأول، على مستوى العرب مستوى العرب المركز الثالث. نعم أعلى إنجاز؟ يعني حاليا أعلى إنجاز بالنسبة للفرق المشاركة. هذا الموضوع أو بطولة الروبوت يعني بالعراق، أريد بعتها التاريخ من شو وقت بدأت يعني هي الفكرة بلشت استاذ وائل، مهندس وائل، بلش من 2017. نعم بلشنا نعطي محاضرات للفئة الأطفال بشكل بسيط، يعني شنو الوسائل اللي قاعد حاليا تنزل بالأجهزة المتطورة تحاكي البشر، مثلا سيري، الجوجل أسيستنت، هذني. فليش ما احنا نطور نفس هذه الأمور وهي تحاكي البشر؟ ليش ما احنا، ليش هذه الأمور هي توصلنا جاهزة؟ ليش ما احنا نهيئها؟ ليش ما نتعلم شلون تشتغل؟ شنو فكرة عملها؟ تمام؟ بالنسبة للمشروع اللي احنا محافظة تواسط كان هو إنكي، ويعني أخذنا هذه التسمية من الثقافة السومرية القديمة بمعنى إله المعرفة. نعم هذا الروبوت أيضا يحاكي البشر، يعني أي سؤال ممكن توجه لي ممكن هو يجاوبك عليه، باعتباره مربوط مع تقنية تشات جي بي تي اللي هي متوفرة حاليا بجوجل وبأغلب التطبيقات الذكية. نعم. أنا يمكن قبل فترة التقيت بالبصرة، بمحافظة البصرة، أطفال نعم. متلازمة داون. نعم. عندهم ابتكارات مثل هذا، عندك اطلاع، عندك معلومة بهذا الموضوع؟ طبعا الابتكارات اللي ما شاء الله أطفال يعني صغار. نعم. المبتدئين نعم يقدرون يشتغلون على الأردوينو. الأردوينو هذه قطع إلكترونية متوفرة يعني بأغلب المحلات الأجهزة الإلكترونية، أيضا تجي الكود البرمجي مالتها جاهز. لكن الفكرة من هذه التقنية أن أنت تتعلم شون تربط القطعة الإلكترونية وشون الكود البرمجي تربطه معه بالضبط. فهذه بالنسبة للفئة المبتدئين. أما الفئة اللي إحنا يعني صارت بها المسابقة هنا جامعة بغداد هندسة الخوارزمي، كانت على برمجة البرمجة بلغة بايثون. تمام، وطبعا ضروري على المشارك يستخدم مكاتب الذكاء الاصطناعي حتى يكون مشروعه منافس،
وإلا يعني إذا ما تقدر تشتغل برمجة صراحة ما تقدر تنافس لا بالعراق ولا خارج العراق. الوقت الحالي ينقصكم شيء؟ تحتاجون شيء نوع الدعم؟ والله نتأمل يعني إن يعني دعم لهذه الطاقات، توفر لهم ورش إن يحاولون يطورون مشاريعهم، توفر لهم يعني أشخاص ذات كفاءة عالية، ممكن إحنا نقول ذات يعني طاقات متواضعة نقول اللي حسب اليوم مبتكرين انتوا بالضبط لا نحتاج لكم دعم يعني مع ذلك يعني نحتاج الى دورات، نحتاج الى اشخاص ذات كفاءه عاليه يحاولون يوصلونا مع يعني شلون ان نواكب التطور اللي صاير بالدول العالميه. ليش احنا نشتري الشغله جاهزه؟ ليش ما احنا نتعلم شلون تنصنع هذه الشغله؟ عمر شلونك؟ بخير الحمد لله. مبارك تعرفنا حضرونك مشان وياك. اولا مبارك لك. الله يبارك فيك. يعني حصولك افضل مكتشف بالبطوله وهذا الشيء حقيقه مفرح ان كعراقيين قبل يكون لك على الصعيد الشخصي. احكي لي عن تجربتك. اول شيء هي كانت تجربه جدا جميله وكانت المنافسه قويه، بس هذا الشيء اكيد ما يصعب على الابطال العراقيين. والحمد لله حصلوا كل الأبطال بجميع المسابقات اللي تمثل بالسومو جمع الكرات والابتكار على مراكز متقدمة، الأول والثاني والثالث والأفضل مكتشف والأفضل فكرة إبداعية. زين، أنت شنو الفكرة اللي قدمتها الإبداعية بخصوص؟ أول شيء هي تعمل على أنه تحمي الأطفال من أخطار السيارة. إذا أخطار السيارة، إذا الطفل بقى وحيد بالسيارة فهذا الشيء ممكن يسبب له خطر، ممكن يؤدي الى الوفاه. اذا تعرف صارت اكو حاله توقع من الموصل ادت الى وفاه طفل بعمر سنتين، فبسبب انه عمه تركب السياره وادى احتراق السياره. فاني فكرت شلون امنع هذه المشكله من التكرار، فعرفت انه الاشياء اللي ممكن تصيب الطفل بالسياره هي تمثل بالغاز والحراره او اذا الطفل قام يبكي. فحطيت حساسات للصوت والحراره والصوت، الصوت والحراره والغاز، فاذا اكو اي شيء منهن عالي راح يتصل على الاهل حتى ينبههم ان الطفل بخطر. الاشعار وين يجي؟ اتصال سيم كارت. سيم كارت سيم كارت يعني هذا يكون بغرفه السياره؟ بالسياره اي نعم. اي ويجي الاتصال على الاهل حتى ينبههم ان الطفل بخطر ويقدرون يوصلوا له باسرع وقت. اصعب منافس كان لك بالبطوله منو؟ صديقي علي من الإمارات. عن نفس الاختراع؟ لا لا. هو يقيس الأمراض للجسم الإنسان، الحمى وما غير الحمى، ويرسل رسالة إلى الطبيب مالته. ومو بس هالشيء، هم نحط حساس بالباب حتى يفتح الباب بس للمريض والطبيب، وما يقدر يفوت أي أحد غريب. زين، أنتوا اليوم بعد هذا الانجازات اللي حصلتوا عليها اللي تحتاجوه شنو حتى تكونون بعد ريتكم على مستوى العالم مو فقط على مستوى العربية؟ اول شيء اكو اغراض ما متوفره بالعراق احنا نحتاجها حتى نسوي الاجهزه مالتنا. وثاني شيء نحتاج الدعم. لانه شنو نوع الدعم؟ الدعم اللي احنا افتقرنا الى الدعم المادي، يعني اضطرنا انه نداين حتى نقدر نروح البطوله، وهذا الفضل كله يعود لامي اللي ما وقفت على هذا الشيء وما خلتني اشيل هم الفلوس. يا صف سادس ابتدائي. ما شاء الله، وهذا الابتكار انا اتمنى لك مستقبل مثل وجهك يخبل كرنزين مثل طموحك. شكرا عمر. شكرا حبيبي. نعم مشاهدي الكرام، طبعا من المفرح انه نشوف هيك يعني أطفالنا مستقبلنا أنه بالمستقبل يعني بهذا العمر هو مخترع وماخذ المرتبة الأولى. فيعني تخيلوا أنه بعد 10 سنوات أو إذا وصل للجامعة وتوفرت له البيئة المناسبة سواء على المستوى الدراسة سواء على الجو الدراسي، المدارس الصحيحة، الجامعات الصحيحة، التعليم الصحيح، شنو راح يكون مستقبلنا إحنا كعراقيين بوجود هيك شباب؟ خلي أقول شاب، لأن أنت اليوم زي ماتك مات شباب، هيك شباب حلوين. احنا متواصلين وياكم، خليكم.
بابا مبروك ومبارك، هذا انجاز يعني اليوم تشاركتوا ورفعتوا راس العراق، وفخورين بكم جدا. شكرا جزيلا لكم. شكرا لي عن تجربتكم. بصراحة تجربتنا ابتدأت من الشهر 12 أو الشهر 11 من بدينا فكرة الروبوت، بدينا بصناعة الروبوت. بدينا أول شيء جهزنا البطولة الوطنية اللي صارت ببغداد جامعة بغداد، والمؤهلة للبطولة العربية اللي صارت بقطر. هذه البطولة الوطنية بها عدة مسابقات، من ضمنها مسابقة السومو. السومو هي حلبة دائرية متكونة من روبوتين، كل روبوت لازم يطلع روبوت الثاني الخصم من عندها. بالضبط هي مثل الملاكمة لكن روبوتات، تصير روبوتات على شكل سيارة. فإحنا الحمد لله حصلنا أنا وعمار المركز الأول على مستوى العراق المركز الأول على مستوى العراق، وتأهلنا للبطولة العربية اللي صارت بقطر، وأيضا اتجهزنا لها الحمد لله. بصراحة البطولة كانت قوية جدا، ضد دول مدعومة ماليا من بنوك، مدعومة من رؤساء، يعني مدعومة دعم مالي ضخم. يعني منو منافس كان قوي شرس لكم؟ قطر البطوله. قطر والمغرب. بس كل دوله كانت لها شغله متقدمه بها عن الدول الباقيه، يعني كانت كلها متساويات يعني بالمجالات المختلفه. كانت اكو كل دوله كانت اكو شغله متقدمه بها، مثلا بالابتكار كانت قطر متقدمه، بالسومو كانت الاردن ولبنان، بينما بجمع الكرات المتقدم هذا ان المجالات اللي تكون بعيده عنا، احنا متخصصين بالسومو المتقدم، فكانت عندنا الاردن ولبنان وقطر. شنو ينقصكم حتى انه تكون عندكم هاي الاختصاصات؟ دعم مادي من الدوله ان شاء الله نحصله، ودعم معنوي من الناس سواء بكلمه طيبه او دعم. يعني ما اعتقد ان اليوم ماكو واحد مداعمكم، خصوصا انتم حققتوا انجاز. الحمد لله والشكر حققنا انجاز حلو نرفع به اسم العراق. بس يعني الاشياء الموجوده بالعراق مو مثل الموجوده بالباقي الدول، يعني الاشياء المتوفره من قطع الغيار، من قطع بناء الروبوت محركات والبرين او العقل الموجود، مو كلها موجودات بالعراق الاصليات. فنتمنى ان شاء الله من الموجودين او الدوله توفر لنا هذه القطع حتى من ننافس بالكل باسم العراق كل قوتنا. شكرا جزيلا الوزيره. شكرا جزيلا لكم. الله يحفظكم. شكرا جزيلا لوزيرة الاتصالات، شكرا جزيلا لرئيس شنو اسمه نسيته، المعنيين. شكرا جزيلا للمعنيين، شكرا جزيلا لوزيرة الاتصالات، شكرا جزيلا لكم على دعمكم المعنوي لنا وحضوركم الكريم للحفل. شكرا شكرا جزيلا. نعم مشاهدي الكرام، بالتالي احنا فرحين جدا انه هيك خامات بالعراق موجوده، هيك امكانيات موجوده، ممكن النقصات اللي يحتاجوها او بعض الدعم انه بعض الاشياء ما موجوده بداخل العراق يحتاجوها سواء من اوروبا او من باقي البلدان، بخصوص انه الجانب التكنولوجي. فانا اتمنى انه من كل المسؤولين كل الجهات توفر الدعم، توفر ما يمكن تقديمه، خصوصا انه ممكن تحتاجون قروض مصارف. نعم اكيد اكيد نعم، حتى يلبون طموحاتهم ويوفرون كل احتياجاتهم. احنا متواصلين وياكم، خليكم. سجا باعتبارك اليوم رئيسة الوفد وايضا عضو في جمعيه العربيه بخصوص الروبوت، اريد اعرف انه المشاركه، نوعيه المشاركات، حظوظ العراق بالمستقبل، مقاعد العراق ببلدان اخرى وبالاتحادات. نعم، هو انطلق عملنا صار 4 سنوات وهاي الخامسة. بالسنوات الأولى يعني اللي عملنا داخل العراق ما كان أكو بصراحة ذيك الإمكانية أنه نشترك عربيا، على الرغم من توفر الفرصة، لكن بسبب أمور خلينا نقول قانونية نوعا ما بخصوص الفيز وما فيز وهيك أشياء ما قدرنا نشترك بالبداية. لكن في السنة الماضية في بطولة مصر والسنة الحالية في بطولة قطر تمكننا الحمد لله من الاشتراك. السنة الماضية كنا مشتركين بثلاث فرق فقط، وهاي السنة بتسع فرق عراقية. هاي الفرق احنا بما انه تختلف ممكن المشاهد ما يعرف، انه اريد اعرف تخصصات هاي الفرق التسعة.
هي أساساً البطولة العربية بها 12 مسابقة، إحنا الفرق مالتنا غطت تقريباً 5 مسابقات. طبعاً هو يعني أكو إمكانية أنه نشترك بباقي المسابقات، لكن الفرق 9 هي جزء من الفرق المتأهلة، الباقي ما قدروا أنه يعني بصراحة بسبب الدعم المادي أو عدم توفر الدعم المادي ما قدروا باقي المتسابقين أنه يشتركون، فالفرق اللي اشتركت حالياً هي على هاي 5 مسابقات. يعني نقدر نقول انه هم غطوا نوعيتين من المسابقات، المسابقات اللي تكون مفتوحة المصدر اللي هي مسابقات ابتكار وصناع، وهي مسابقتين فاز بها العراق بالمركز الثالث كليهما يعني فريق بفريق، والمسابقات الاخرى اللي هي اللي تكون عادة بها محددات عامة مثل وزن الروبوت ونوعيته وشنو المهام اللي يسويها، وهم فازوا فازت الفرق العراقية تقريبا 7 فرق عندنا فازت ب يعني بباقي بهاي المسابقات اللي دا اذكرها. طيب على مستوى الاستحقاقات المقبلة شنو؟ الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى بمسابقة ابتكار الصناع بإمكانهم أنه يشتركون أو تأهلوا للاشتراك بمسابقة عالمية ستقام إن شاء الله في أمريكا. شون؟ حظوظ به؟ لا هو خلاص تأهلوا يعني والله يعتمد يا أخي على الدعم المادي أولاً وأخيراً. إحنا الحلو بالطلاب العراقيين يمكن يتفقون وياي الجمهور وهواية ناس يتفقون إنه الطالب العراقي مبدع، حقيقة مبدع، عنده موهبة، عنده إمكانية، عنده ذكاء، لكن الإمكانيات المادية جداً جداً توقف بطريقة. ليش؟ لأنه أنت هنا من ده تسوي روبوت أو ده تشتغل على فكرة مشروع بهالإمكانية العلمية تحتاج كومبوننتس شوية تكون غالية، تحتاج أنه تجيبها من برا، مرات ما تتوفر بالأسواق المحلية، هذا يشكل ضغط على الطالب من مرحلة تصنيع المشروع، فما بالك أنه من يروح يشارك وراء فيزا وتكتات وسفر وفندق، يعني هواية يحتاجون دعم. اللقاء كان مثمر مع وزير؟ والله مبدئيا ان شاء الله مثمر، ان شاء الله نتامل خير، يعني حلو حلو المبادره من عندهم كانت جدا رائعه، التوصيات اللي وصوا بها ايضا تدعو الى الامل، وان شاء الله راح نتعاون مع وزاره الاتصالات وعدد اخر من المؤسسات ان شاء الله لدعم هذول الطلاب واكمال مسيرتهم في مشاريعهم ان شاء الله. هلا بيك. مشاهدينا الكرام، بالتالي احنا نتمنى انه بالفتره المقبله او الاستحقاقات المقبله يكون دعم لدول الطلاب، دعم لهذه الفرق، دعم لهذه الشريحة المهمة جدا اللي ممكن يحققون مستويات على مستوى عفوا انجازات على مستوى العالم بعد ما حققوا انجازات على الصعيد البطولات العربية، فبالتالي نتمنى كل التوفيق وايضا نتمنى انه من كل المؤسسات المعنية توفر الدعم لهذه الشريحة. ختاما تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل، الى اللقاء.